اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان مبادره توطين وميكنه قطاع تجاره التجزئه مهمه وتخدم الاقتصاد المصري بصوره حيويه وخلال اجتماع لمتابعه الموقف التنفيذي للمبادره اشار مدبولي الى انها تسهم في دمج مزيد من الكيانات غير الرسميه ضمن مظله الاقتصاد الرسمي ودعم المشروعات التجاريه الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر في قطاع تجاره التجزئه لميكنه اعمالها وضمها الى منظومه الشمول المالي وذلك تنفيذا لتوجيهات القياده السياسيه في هذا الشان كما شدد مدبولي على ضروره اعداد خطه تنفيذيه لهذه المبادره وتحديد مؤشرات لقياس تقدم الاعمال بما يضمن نجاح تطبيق تلك المنظومه